شهر رمضان الكريم في ناس بتتخن وفي ناس بتخس. يعني في ناس يقول لك انا بس مستني رمضان هخس لي فيه 2 3 كيلو. وفي ناس بتبقى عندها مشكله كبيره جدا، خاصه انه بيضارب العيد في الكحك والحاجات دي كلها. فالناس بتشتكي من الحكايه دي، ازاي نتعامل معاها بعد رمضان؟ اللي بيخس خلاص تمام، بس نقدر نعرف طبيا ازاي الحكايه دي، وبعدين اللي بيزيد ازاي يتعامل معاه ان هو يقدر ينزل وزنه. انا اقول لحضرتك عشان الامراض بتاعتنا بتاع السكر والضغط والحاجات دي كلها. انا اقول لحضرتك كلام بس هيزعل الناس. مش قصدين مفيش مشكله. لا مش قصدين. المتدين اللي واخد رمضان على حقيقته هيخس، انما اللي واخد رمضان عزايم ومسلسلات وكل ما هو بعيد كل البعد عن روح رمضان هيتخن. هو قاعد وبعدين الاكل ما شاء الله تمام، والمسلسلات ما شاء الله لحد الفجر هيتخن. واحد ما قعده بيتوكله، بينما اللي خس بينزل يصلي بياكل قليل جدا جدا. سمع الكلام يا اخوانا. طب دي نظريه حسام موافي، مفيش مانع. لا بس هتزعل الناس الحقيقه. انا بقول لك هيزعلوا، مش دعوه ولا هو ده رايه. انما لكل قاعده شواز طبعا. في ناس ممكن تتخن وممكن تكون بتصلي وبتصوم بتصلي كويس. الناس تتخن او ما تتخنش، في كلمه ما حدش واخد باله منها، السعرات الحراريه اللي بياخدها. حضرتك انت دلوقتي عربيتك بتاخد 40 لتر، تقدر تحط فيه 50، تحطه فوق وتحطهم فيه. الانسان بيعمل كده. بيحط 70 كمان. انت طاقتك 1500 سعر حراري، بتاخد 3000. طب هيروحوا فين غيري؟ هيتخزنوا على صوره ده. فهي القضيه كل واحد يحسب، والله سهله جدا جدا جدا. كل واحد يحسب لنفسه انا باخد كام سعر حراري يوميا. ان لقاه ارقام خياليه يمسك نفسه. لحته كنافه 5 سنتي في 5 سنتي بمثلا 300 سعر حراري محسوبين من 1500. طب اذا قلتها يبقى تعمل حسابك في حاجه ثانيه. ما تاكلهاش حاجه ثانيه، يعني انت ده رجيم كويس ما بيمنعش عنك حاجه، كل اللي انت عايزه، كل اللي انت عايزه، بس بكميات محدده وحاجات تشيل حاجات. بس في قاعده تقول بالانس دايت، يعني البروتينات لها نسبه والنشويات لها نسبه والدهون لها نسبه. النسبه دي بالفطره الناس بتعملها. لا ما هو البروتين دلوقتي بقى عندنا مشكله غير البروتين النباتي بتاع الفول. البروتين التاني بقى فيه مشاكل كتير. لا والفول برضه يعني الفول الحمد لله غالي وكل حاجه، بس ماشي الحال مقدور عليه. هي لو كل واحد يحسب لنفسه كام سعر حراري هياخده عمره ما يزيد جرام. بالظبط كده. وفي ناس فاكره يا استاذ محمود ان الرياضه هي السبيل، ان اكل اللي انا عايزه واعمل رياضه. متاسف. لما تشوف الرياضه بتنزل كام سعر حراري؟ ما بتنزل من طاقتك قد ايه؟ خالص. اللي عايز وزنه يقل نظام الاكل. الرياضه لها فوائد عظيمه جدا طبعا، بس مش من ضمنها انها تخسسك. مش من ضمن فوائدها انها تخسسك. لا لو بس حراري يعني الواحد زود السعرات. لا لو جبت احسن لاعب كره في العالم محمد صلاح مثلا واديته ياكل، هم قال لهم ورقه بياكلوا بيها. طبعا طبعا طبعا. لو طلع بره الورقه يشربوا كل حاجه بالمقاس. لو طلع بره الورقه يتخن. طبعا. مع انه بيلعب 3 ماتشات في الاسبوع وتدريب 3 مرات في الاسبوع، يعني ما فيش بعد كده. فالناس فاهمه ان انا هاكل اللي انا عايزه بدل ما بروح الجيم وبمشي. لا اسف. سعرات حراريه.